القانون الدستوري. أستاذ مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. مرحبا وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. معايا في البلاتو المحلل السياسي الأستاذ فتحي صقيرة. مرحبا بك استاذ الكريم، احتراماتي. مرحبا بضيوفك ومرحبا بضيفك. شكرا لك استاذ خالد الدبابي، شكرا لك على قبول الدعوه، ونظرا لضيق الوقت لانه عندك التزامات نحاولوا ناخذ منك فكره مباشره ونتوجه بالسؤال مباشره. عوده البرلمان وانطلاق الجلسات اليوم، هل ينهي العمل بالتدابير الاستثنائيه والامر 117؟ هو في الحقيقه الجواب نعم على السؤال نتاعك، لأن الحالة الاستثنائية هو تم إنهاء العمل بها جزئيا منذ دخول الدستور، حيث نفاذ في 17 أوت 2022 بعد المصادقة عليه بالاستفتاء نهار 25 جويلية، لكن بقي الأمر 117 جزئيا نافذا فيما يخص إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ مراسيم وممارسة السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية عن طريق مراسيم في غياب مجلس تشريعي وفي غياب برلمان. طبعا احنا عندنا برلمان بدأ اليوم في أعماله بصفة رسمية، وبالتالي الأمر 117 وإمكانية التشريع عن طريق مراسيم أصبحت غير مطروحة وغير موجودة، يترك المجال للبرلمان حتى يمارس وظيفته التشريعية مثل ما ينص على ذلك دستور 2022. واضح، يعني توا الرئيس ما عادتش عنده الآلية نتاع إصدار مراسيم أو أوامر. ماذا لو وصل رئيس أوامر أي؟ لأنه الأوامر هي نصوص إدارية في الحقيقة تدخل في إطار ما يسمى في القانون السلطة الترتيبية العام. أنا أتحدث عن المراسيم، لأن المراسيم هي كانت تمكن من رئيس الجمهورية في التدخل في مجال السلطة التشريعية، لأنه ثم مجال السلطة التشريعية ومجال القانون العادي والقانون الأساسي اللي هو راجع بالنظر للبرلمان، ومجال السلطه الترتيبيه العامه اللي هي وظيفه اداريه بالاساس. المرسوم كان يمكن رئيس الجمهوريه من التدخل في التشريعات، توا الحدود تعود عاديه بعد دخول البرلمان وشروعه في اعماله بصفه رسميه. واضح، ماذا لو واصل الرئيس اصدار مراسيم استاذ خالد؟ الجواب بسيط وحتمي وقطعي، ان كل هذه المراسيم ان تم اصدارها ستكون منافيه للدستور، ستكون خارقه للدستور، ستكون معيبه بعيب الاختصاص لانه الاختصاص التشريعي يعود فقط الى السلطه التشريعيه. رئيس الجمهوريه بامكانه فقط التقدم بمشاريع قوانين، لكن هذه المبادرات التشريعيه الرئاسيه حتى تكون قوانين نافذه على ان تمر بالتصويت الذي يقوم به مجلس نواب الشعب. طيب، معناها كل المراسيم اللي أصدرها رئيس الجمهورية في الفترة السابقة من 25 جويلية 2021 إلى حدود يعني اليوم، كلها ستعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة؟ مستعرض على المصادقة؟ أنا مانيش مع التمشي هذا. كيفاش؟ لأنه يعني نحكي على العرض الوجوبي، ليس هناك ما عنده إجبارية للعرض. علاش؟ لأنه هذه المراسيم إن اتخذت بعدها فقد اتخذت في الحالة الاستثنائية، بقطع النظر عن أن هذه المراسيم معناتها احترمت الحالة الاستثنائية أو تجاوزت الحالة الاستثنائية، ماهوش موضوعي هذا. أنا نحكي لك شكليا وإجرائيا، لأن المراسيم في الحالة الاستثنائية ليس هناك عرض وجوبي مثل المراسيم العادية، لأنه ثم مراسيم عادية وثم مراسيم في الحالة الاستثنائية. المراسيم العادية التي يمكن أن تأخذ أثناء العطلة البرلمانية أو إثر تفويض من البرلمان أو بعد حل مجلس النواب ريثما يتم إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأمانة، هي التي يوجد إجراء عرضها وجوبيا على المصادقة أمام المجلس التشريعي. أما في الحالة الاستثنائية والنظام تاع الحالة الاستثنائية، المراسيم ليست في حاجة إلى عرض وجوبي. توتفا شنو ينجم يعمل المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي من حقه أن يراجع هذه النصوص التي اتخذت في شكل مراسيم عن طريق قوانين إما عادية أو أساسية بالأساس، لأنه تقريبا المراسيم كلها اللي معناتها دخلت في اللعبة السياسية، القانون الانتخابي، مسألة البلديات وغيره، تتخذ شكل قانون أساسي حسب الدستور. يعني للتلخيص والتوضيح، إذا لم يكن هناك عرض وجوبي في المراسيم، لأن المراسيم حالة استثنائية اتخذت في حالة استثنائية، لكن في المقابل لا شيء يمنع مجلس نواب الشعب من إعادة النظر في هذه النصوص، تعديلها، التنقيح فيها، إعادة الرؤية فيها، لأنه هذه النصوص تعود في صلب اختصاصاته
وهو تخلى عن اختصاصاته وقتيا وظرفيا نظرا لعدم وجوده ونظرا لوجود الحالة الاستثنائية. واضح. سي فتحي تفضل. شكرا. مرحبا مجددا استاذي الكريم سي خالد. سي خالد انا معاك معناها في عدم توفر وجوبيه عرض المراسيم معناها اللي سابقه للانتصاب المجلس معناها حتى منطقيا مش مقبوله. امور خذت مجراها معناها في سياق معين في سياق بين ظفرين نحب نقول ربما يكتسي صبغه ثوريه ثوري وجاب مسار جديد وجاب معناها توجهات جديده وخيارات جديده وقطع كليا مع الفتره السابقه وكل شيء باش نرجع لا سبيل اليه حسب اعتقاد ونمشي معاك في نفس الراي معناها بقينا يكفي كونه معناها انتصاب المجلس ما اقول لكم مش يقطع معناها تدابير الامر 117 معناها صفحه جديده مش تتحل ومن هنا فصاعدا معش ثم مراسيم ما عدا في حالات استثنائيه مثلا في العطله معناها العطله نتاع المجلس ولا هذا على ان يقع عرضك المراسيم مجددا. المساله اللي نحب نسالك فيها واحنا فهمنا الموضوع هذا فهما جيدا وشكرا جزيلا مساله هذيك كالسيف اللي بيقعد كاين وش يقعد مسلط على رقبه النائب معناها مش يولي يتحرى باش يولي نوعا ما خايف كونه معناها تسحب منه الوكاله في صوره ما اذا معناها يعمل اي خلل مش حتى معناها يخرج من الكتله وباش يمشي الكتله وكالسياحه البرلمانيه وهلم جر. رايك في هذه المساله بالذات استاذ؟ والله هذه المساله انا عبرت على رايي فيها في العديد المرات وحتى قبل معناتها دخول الدستور حيز النفاذ لانه كما تعرف انت هذه التقنيه ماهيش موجوده في القانون الانتخابي فقط بل هي تقنيه موجوده في الدستور بنفسه. هذه المساله الحقيقه انا كنت ضدها لانه ارى ان كما قلت انت كما قلت سيادتك ان هذه التقنيه حتى وان كان معناتها الاهداف التي سوقت من اجلها تنجم تكون اهداف نبيله ونفترض نحن معناتها حسن النيه من قبل معناتها السلطه التي اقترحتها لكن لا شيء يمنع من تحويلها الى اداه سياسيه لتصفيه حسابات سياسيه ولتصفيه الخصومات السياسيه خاصه انه الاسباب التي من اجلها يمكن سحب الوكاله وردت بطريقه فصاله في القانون الانتخابي وبالتالي معناتها تحمل العديد من المعاني الممكنه وبالتالي يمكن استغلالها وتطويعها بطريقه سياسيه وهذا الاخطر وهذا من شانه انه يضاعف اكثر السلطه التشريعيه لانه في الحقيقه لازم ما ننساوش ان السلطه التشريعيه هي في حد ذاتها راهي سلطه ضعيفه من حيث الصلاحيات صحيح هي تو بتسترجع معناتها الصلاحيه التشريعيه وعندها صلاحيه المصادقه على الميزانيه لكن تقريبا هذوما الصلاحيتين فقط اللي عند السلطه التشريعيه ما عادش عندها صلاحيات رقابيه، ما عادش عندها امكانيه مساءله رئيس الجمهوريه كما كان موجود قبل في الفصل 88 في دستور 2014 من اجل خرق الجسيم للدستور، بالتالي هذه الصلاحيات المحدوده نسبيا اذا زدنا عليها زاد هشاشه المشهد النيابي الداخلي اللي هو ماهوش مشهد معقل ولتوا ما زلنا معناتها ما نعرفوش هل هناك ستكون قتل منضبطه واضحه من عدمها الى غير ذلك، نزيدوا عليها معناتها نحن مساله سحب الوكاله هذا يخلي النائب معناتها يخاف ويقرر معناتها يخمم برشا مرات قبل ما ياخذ اي قرار ينجم معناتها من اجله تسحب منه الوكاله كما قلت انت نحن لا نتحدث عن المسائل المجرمه في الدستور والممنوعه في الدستور مثل السياحه الحزبيه وغيره نحن مع هذه التنصيصات والمقتضيات واستحسناها لكن معناتها اتحدث عن العمل النيابي اليومي لانه يمكن ان يؤول بطريقه او باخرى وتخلينا ناخذ كلمه اخيره سي خالد وبارك الله فيك بارك الله فيك وربي فضلك بما انك معناها من اهل الاختصاص باختصار شديد هل سيتم قريبا بعد تركيز انتصاب المجلس معناها التفكير جديا في احداث المحكمه الدستوريه؟ هو في الحقيقه انا عندي اشكال قبل احداث المحكمه الدستوريه بعد لانه المجلس النواب الشعب سيكون الان وهذا حسب المرسوم لجنة لتنكب على صياغة النظام الداخلي رغم أن النظام الداخلي ليس بالنص الهين وفي الديمقراطيات الحقيقية وفي دول القانون الحقيقية يتم عرض هذا النظام الداخلي على الرقابة نتاع المحكمة الدستورية لتثبت من مدى تلاؤمه وتطابقه مع الدستور وخاصة أنه نحن رانا عانينا من هذه الثغرة لأنه في النظام الداخلي للمجلس النواب السابق نتاع 2014 هناك ما عندها فصل أحدث حتى إشكال بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسألة ضرورة الرجوع مرة أخرى إلى مجلس النواب الشعب بعد التحوير الوزاري اللي هو هذا الإجراء هو إجراء غير دستوري وبالتالي
قبل الحديث حتى مستقبلا عن المحكمة الدستورية، هل أن هذا النظام الداخلي سيكون معناتها متطابق مع الدستور أم لا؟ وما نجموش نعرفوا، على الأقل ثم ريسك أنه يكون غير متطابق مع الدستور في غياب محكمة دستورية، هذا أولا. ثانيا بطبيعة الحال يجب تركيز المحكمة الدستورية، ويجب أولا وضع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الذي يضبط معناتها التركيبة الداخلية وطريقة العمل الداخلية للمحكمة الدستورية، ويجب التسريع في تركيزها فعليا، خاصة أنه معناتها الإجراء تاع التركيز إجراء بسيط موجود في الدستور تقريبا، القضاة يعينون بصفتهم، ليس هناك انتخاب وغيره، خاصة معناتها خاصة أنه لا وجود لدستور يتمتع بعلوية في غياب محكمة دستورية حقيقية. نترقب ونرجو أن يتم تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الأجل. واضح. سي خالد، نختم معك بسؤال على الدستور الجديد، دستور 2022، ورئيس الجمهورية لم يؤدي القسم على هذا الدستور، هل يطرح هذا إشكال دستوري، وهل يجبرنا إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية أو لا؟ هو في الحقيقة هو هذا الإشكال مطروح منذ الأحكام الانتقالية والختامية في دستور 2022، لأن الأحكام الختامية قالت أنه سيتم إجراء انتخابات تشريعية، لكن لم تتحدث عن الانتخابات الرئاسية، لأنه نذكر أنه رئيس الجمهورية الحالي ما زال يكمل في العهد الانتخابية متاعه الرئاسية اللي بداها بمقتضى دستور 2014 اللي بدأت 2019-2020، وبالتالي أمر عادي إذا حاولنا نتناسق مع هذه الفكرة أنه لم يؤدي القسم معناتها على هذا الدستور، لأنه معناتها هو فهمنا أنه العهدة هو خارج معناتها اللعبة السياسية وإعادة اللعبة السياسية من جديد، البرلمان فقط معني بهذه المسألة، هو معناتها قاعد يكمل في العهدة النيابية الرئاسية نتاعو عفوا اللي بدات 2019، وهذا راهو أمر غير سليم من وجهة نظر الدستورية، لأنه راهو كيبدا عندنا دستور المؤسسات عليها أن تنبثق على نفس الدستور، ولا يمكن أن تكون هيئة مهما كانت قبل الدستور تتمتع بعلوية معناتها حتى زمنية على هذا الدستور، وبالتالي معناتها كان من الأجدر في الأحكام الختامية أن يتم إجراء انتخابات رئاسية أيضا مثل ما تم إجراء انتخابات تشريعية، وهذا لو ديكالاج أونتخ لي دو موندا ولا لي دو لوجيك كونستيتيسيونيل تاع البرلمان ورئيس الجمهورية يقلق برشا الحقيقة. وضح سيد خالد الدبابي أستاذ القانون الدستوري، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة، ومدنا بكل هذه التفاصيل في قراءة دستورية قانونية لعمل المجلس اليوم والأمر 117 ومدى دستورية هذه الإجراءات، خاصة في علاقة بالمراسيم اللي أظهرها رئيس الجمهورية طوال الفترة الماضية وفي فترة القادمة. العمل البرلماني والتشريعي بيكون من صلاحيات العمل برلماني. مباشرة إلى مجلس نواب الشعب، وين ينضم لنا رسميا النائب عن جهة القيروان السيد أيمن نجرة. سي أيمن، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. وبيك أكثر عايشك، مرحبا بك وكل مستمعي إذاعة الحياة فام. يعيشك، ألف مبروك، إذا اليوم أديت القسم ونائب بأتم معنى الكلمة عن جهة القيروان، لو كان تعطينا فكرة ساعة على الأجواء اليوم في الجلسة، وحاولت عيشنا يعني الظروف، خاطر تعرف بأنه تم منع الصحفيين من التغطية، على كل نحاول ناخذ بعض التفاصيل من عندك سي أيمن. أولا يعيشك بارك الله فيك على التهنئة، انه اصبحنا نواب بصفه رسميه. جلسه برلمانيه، جلسه افتتاحيه، كانت جلسه عاديه جدا. تم منع ربما الصحفيين معناها من الحضور، ولكن ما عندناش حتى تفاصيل الحقيقه على الشيء هذايا. الدخول كان بثلاثة، يعني تثبت من اسماء النواب فقط لا اكثر لا اقل. الجلسه انطلقت في موعدها على الساعه 10 صباحا كما كان مبرمج لها، بحضور جميع النواب معناها كاملين، في أجواء الحقيقة طيبة ومشجع على العمل على الخدمة، في علاقة أخوية بين كافة الزملاء النواب. انطلقت الساعة 10 برئاسة أكبر النواب سنا وأصغره سنا، تم تلاوة قائمة النواب كاملة مع أداء تحية العلم، ثم تعدينا مباشرة إلى أداء القسم اليمين اللي أصبحنا بموجبه نواب بصفة رسمية. طيب الجلسة العامة وين وصلت توا حاليا يظل في انتخاب رئيس البرلمان؟ حاليا باش ننطلقوا يعني بعد لحظات ننطلقوا في عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس.
بعد ما فما بعض التوجهات سي أيمن، فما أسماء بارزة ولا عندها حظوظ وافرة للفوز برئاسة والله يا شوف البرلمان؟ الأسماء الكل طبعا أكيد فما بعض الأسماء ربما يكون عندها معناها حظوظ أكبر، هو تنسيق بين النواب للأمانة، فما حتى تعليمات، فما ناس قدمت بصفة شخصية معناها للترشح نتاعها من دون حتى طلبات أو حتى توجيهات من حتى حد، تم تقديم تقريبا في حدود 9 مترشحين لرئاسة مجلس النواب و نائبي الرئيس، يعني بين العنصر النسائي والعنصر الرجالي تم زاد عدد تقريبا 20 او اكثر، وسيتم المرور للتصويت. فما بعض التوافق بين النواب، يعني النواب اللي يعرفوا بعضهم شكون يتفقوا على، الأسماء الأكثر مطروحة سي أيمن؟ والله ما بنجمش نقول لك الحقيقه، معناها ما فماش اسماء مطروحه بصفه اكثر، وانما فما يعني للجميع حضور تقريبا، خاصه واضح. تعرف ان الدوره الاولى يزيد 50 زائد واحد، ربما يكون فما دور ثاني في ممكن الانتخابات لانه عدد المترشحين برشا، والناس يعني ما قلت لك فما حتى توجيه، فما مجرد توافقات هكا، شكون الاقرب لهم، شكون الانسب حسب رايهم، لا اكثر لا اقل، يعني فما حظوظ للجميع سي تقريبا. أيمن، شنو حقيقة إخراج نائب من الجلسة العامة بعد أدائه لليمين الدستورية من قبل أعوان الأمن؟ اولا تم اخراج النائب قبل اداء اليمين الدستوريه، لم يتم اداء اليمين الدستوريه، فوقت تم اخراج النائب ما زلنا يعني ما زلنا في تلاوه اسماء النواب، مع بدايه تلاوه اسماء النواب ولم يتم اداء اليمين الدستوريه، وبالتالي يعني اللغط هذا اللي قاعد يصير برشا انه تمتع بالحصانه وكيفاش كيفاش ما فهمش. ما حدث معناها شيء، كانوا كنا كلنا شهودين، تفاجئنا به الحقيقه، انه تم طلب معناها للسيد النائب هدايا في معناها اتصلوا به جماعه من الاداره في وسط مجلس النواب، اداريين على الاقل انا فيهم شكون نعرف اللي هو اداري فعلا هنا في مجلس النواب، وطلبوا منه الالتحاق بالاداره، وهذا اللي صار. فما هو من الاول معناها طلب علاش شنو اللي فما باش نخرج انا والى غير ذلك، وتم بعض الزملاء من الاداره تم ايقاف الجلسه تقريبا لمده 5 دقائق دون مغادره القاعه، ومعناها تحدثوا معاه شويه ورافقهم هو معناها خرج لبرا، على ما يقال انه في بطاقه تفتيش او جلب معناها سابقه حتى لانعقاد الجلسه، او ربما معناها اليوم صباحا مع معناها مع اليوم الصباح تم في البطاقه هذه، وبالتالي ما نعرفوش حتى وين مشى، معناها مشى تحقيق، مشى بالضبط ما عندناش تحقيق حتى فكره، ولكن التاكيد انه صار قبل اداء اليمين الدستوري. واضح. سي ايمن معايا في البلاتو سي فتحي صغيره، تفضل سي فتحي. شكرا استاذ سهام، الف مبروك سي ايمن مجددا، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. يفضلك وانا معناها بقدر ما مبتهج معناها بالحفل الافتتاح هذا للأخيين، معناها ان شاء الله يواصلوا في نفس الوتيره في النجاح والتوفيق في اعمالهم، زاد في الاجواء العامه، معناها الاجواء العامه ظهر فيها مريحه وتبعث على التفاؤل، معناها طبيعي جدا راهو باش تقع بعض الاشكاليات والامور التنظيميه ولا الترتيبيه، عادي جدا، اما الاجواء العامه كما قلت انت معناها متميزه، معناها حتى عمليه الانتخاب معناها قاعده جاريه على احسن ما يرام، معناها مازال باش تبدا تو باش تبدا، وان شاء الله ان شاء الله معناها الافضل الافضل والانسب، ان شاء الله الرجل المناسب في المكان المناسب، خاطر ما هو نحبه معناها الرجل او المراه المناسبه، ولا المراه ما يسالش شيء، فعلا فعلا فما نساء مترشحين، فما في نواب الرئيس، فما نساء في نواب لا في النواب الرئيس. في النواب نحكي على مش على الرئيس، الرئيس. ما يسالش مرحبا بهم، بالعكس نحن مع تشريك المراه، وحبذا لو ترشحت كما قالت الاستاذه سهام من بكري، قالت كي سمعت بالتسعه مترشحين قالت لي ما لا مثلا ماشي مترشح على الاقل، على الاقل مو حاجتين، فما الرمزيه، رمزيه نتاع معناها تعدديه، تكريس التعدديه على مستوى الترشح، زاد وتشريك العنصر النسائي، زاد الشبابي والنسائي، نحن اثنين راهو فما دو فاكتور ديما نخدموا عليهم، معناها ابار في اطار التعدديه باجمال، فما عنصر المراه وعنصر الشباب، وانت معاده من المشجعين لهذا المبدا، فما حاجه بركه بالطبع خاصه مع الشباب. سي ايمن معناها نحب نسالك وراو بديهي جدا معناها في ونحن جلسه ذي افتتاحيه فهمتني، وحبذا لو كانت اكتسات صبغه اكثر احتفاليه، معناها افتتاحيه وتكون احتفاليه بتشريك الاعلام، خاطر الاعلام قد يعني قلت يضفي معناها اكثر على صبغه شرعيه على انعقاد المجلس في جلسته الاولى، خاطر كذا اللي تغطيه والناس كل تسمع والناس كل فرحانين وكل شيء، حبذا هذيك الحقيقه
بصح ليس ديزيري، ما نقولوش نقطه سوداء ولا حاجه، ان شاء الله يقع تفاديها مستقبلا. فيما خص التنسيق بين لوخيان، فماشي ليدين تاع كوتل معناها اللي بدات تتشكل، خاصه كونه السيد رئيس الجمهوريه جبد عليها في الكلمه وقت اللي مشى في الزياره الفجائيه للسنيب ولا بريس. اي هو الحقيقه تعقيبا على كلامك، نحن معناها هي التلفزه الوطنيه قاعده تبث في الجلسه بصفه مباشره، الناس الكل قاعده تتفرج عليها في التلفزه. اما شنو هي الاجراءات الترتيبيه اللي صارت معناها حتى اليوم في الدخول الى مقر المجلس؟ كان فما بعض الاجراءات معناها الاكثريه هي تثبت وكل معناها من سيت النائب والى غير ذلك، ربما جلسه افتتاحيه وبرلمان بعد معناها ما حدثت، يعني مجرد امور ترتيبيه نتصورها لكن الاقل اكيد سيتم حلها معناها في القريب العاجل، وترجع معنا جلسات تنعقد بوتيره عاديه وطريقه عاديه معناها مع تغطيه اعلاميه نتصور معناها فماش حتى مانع في هذا. تبقى الامور الترتيبيه الحقيقه الجهه المنظمه هي اللي تتهكى، والحق معناها الجلسه قاعده معناها ماشيه في اطار محترم جدا وفي اطار احتفالي الحقيقه نقول لك حتى هنا. بالنسبه للكتل معناها ما زلت الى اليوم فماش حتى مجموعات ربما تتشكل من بعد اصدار النظام الداخلي اللي باش يتم معناها انتخاب اليوم لجنه النظام الداخلي معناها في نهايه الجلسه بعد انتخاب الرئيس ونائبيه، اللي باش تقرر هي معناها كيفاش تشكيل الكتل، كيفاش باش تكون الامور. توا مجرد مشاريع كتل نقعدوا نحكيوا عليها، فما مجموعات تقريبا تاع اربع خمسه كتل ربما، كيفاش باش تمشي الامور، شنو هي اللي باش اون توكا الرغبه في انه معناها تتشكل كتل ما بين النواب مطروحه وموجوده. واضح اكيد تو نتابعوا المستجدات. واضح سي ايمن، ننتظروش من نواب الشعب اليوم انهم يتضامنوا مع وسائل الاعلام اللي صحفيين في اعتصام امام مجلس نواب الشعب على خلفيه منعهم من تغطيه الجلسه الافتتاحيه، وهل ننتظروا بعض الاجراءات او بعض التوصيات او معناها بيان او بعض الاجراءات اللي يقروها نواب الشعب اليوم في علاقه بالاعلام وحريه الصحافه؟ والله كما قلت لك احنا كلنا مع حريه الاعلام وحريه الصحافه المسؤوله اللي تحترم معناها وتحترم معناها المؤسسات وتحترم حتى اعضاء المؤسسات هذيا. الحقيقه ما نكتبش عليك ما تمش تتطرق حتى لينا نحن كنواب على الاقل اللي انا على اتصال بهم بالموضوع هذايا. الجلسه اليوم تقتضي معناها عندها طابع انتخابي مع نتاع انتخابات الرئيس وكذا، الحقيقه كل شيء متوجه نحو معناها كيفاش يتم اختيار الرئيس وكذا الى غيره. ربما في الجلسه المسائيه اللي باش يترأسها رئيس مجلس النواب بصفه رسميه ونائبي ربما يطرح الموضوع هذايا وانا يكون فما موقف او يكون فما يعني ربما مؤجل للجلسه المسائيه. يعني واضح سي ايمن، قبل كانت جلسات البرلمان تتعدى في التلفزه على طول، يعني مانيش نحكي فقط على الجلسه العامه الافتتاحيه، فماش توجهات نجموش نعرفوا اسكو باش تتواصل معناها العاده هذه والا لا؟ والله زاد كيف نفس الشيء معناها كما قلت لك ما تمش طرح الموضوع هذايا. بون في احاديث جانبيه برشا انه معناها يحبوا انه تكون معناها تتواصل الناس على نفس الشيء، فما نواب رافضين الشيء هذا. انا قلت معناها ربما في الجلسه المسائيه في جلسات صحافنا تتوضح الامور اكثر مع تحديد النظام الداخلي، مع انه تكون فما تركيبه رسميه من رئيس ونائبيه والى غير ذلك، وقتها ربما تتوضح الامور اكثر. معناها هذه جلسه افتتاحيه ديما فيها نوع من الشكليات، هي تقديم النواب هذا قسم انتخاب الرئيس. معناها اللي حضروا فقط سي ايمن هما النواب اللي حضروا فقط نواب، ما هيش خارقه للعاده كما نقولوا حاضرين فيها نواب حاضرين النواب فقط معناها، وبالطبيعه اداره المجلس معناها اللي حضروا لنا كل شيء الحقيقه اداريا ووثائق الى غير ذلك. واضح سي ايمن، الف مبروك مره اخرى وان شاء الله بالتوفيق ليك ولكافه نواب القيروان ولكافه النواب اللي مثلوا تونس في كل الجهات. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه ومدنا بكل هذه التفاصيل عن سير الجلسه العامه الافتتاحيه للبرلمان. سي فتحي مازال معنا سي ايمن؟ لا ما عادش معنا سي ايمن. تعليقك انت على الجلسه وعلى اللي كنا نسمع فيه من عند سي ايمن نقرا. والله معناها حسب سي ايمن ورايه معناها صعب، معناها الجلسه الافتتاحيه كانت معناها تصير وفق جدول اعمال مضبوط، معناها ماك تعرف ماشي مساله سهله، فما جدول اعمال مضبوط
معناها بالمساله بالمساله امور ترتيبيه، وفما حرص لازم يكون ثم حرص على احترامك الجدول. فيما يخص معناها خاصه الحدث معناها اللي بالتوازي معناها جلب الانتباه وكانت عنده هو التغطيه الاعلاميه معناها. والله نعاود نفس الراي حبذا حبذا لعده اسباب. اني قلت لك معناها يضفي على الانتصاب المجلس مزيد معناها من الشرعيه، ويكون معناها في اجواء احتفاليه باتم معنى الكلمه، فهمتني؟ اليوم الاول نتاع اليوم الافتتاحي، الجلسه الافتتاحيه نتاع المجلس، مجلس المنتخب. توجه الانظار كلها لتركيز البرلمان والمؤسسه البرلمانيه هذه، ما نقعدوش نحكيو. لا، وتعطي نظره، تعطي نظره زاده معناها، مش حكيت تعطي نظره مو شنو تشريك تويجه نقول لك تشريك. فما حاجات اطراف فعله هي بيدها روافد لعمل الدوله راه. إذا كان يقع إقصاءها معناها راهو ثم إشكال، كي يقع إقصاءها ثم إشكال، مهما حتى المجتمع المدني في مسائل أخرى مثلا، وقت اللي تقصي المجتمع المدني ثم إشكال، تقصي الأحزاب ثم إشكال، تقصي معناها الإعلام ثم إشكال، مو شنو ما تكتمل الصورة وقت اللي كل الأطراف الفاعلة في المجتمع يلزم كل من موقعه معناها يسهم في الاحتفال بهذا الحدث، لما لا؟ لقينا ثم رؤيه خاصه بالطبيعه نتاع السلطه في المقابل. وبالتزامن مع الجلسه العامه الافتتاحيه لمجلس نواب الشعب، رئيس الجمهوريه يؤدي زياره فجئيه لمعتمديه غار الدماء من ولايه جندوبه. زار رئيس الدوله مقر المعتمديه، حكى مع المواطنين اللي عرضوا عليه المشاغل نتاعهم المتعلقه خاصه بمساله توزيع المساكن الاجتماعيه، المستشفى الجهوي بغار الدماء اللي لم يرى النور الى اليوم رغم توفر قطعه الارض والتمويل. ووعد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالنظر في مشاغل المواطنين بالجهة. أي رسائل نجم نفهمها هوني من هذه الزيارة التي تتزامن مع تركيز مجلس نواب الشعب صفة؟ معناها يظهر لي تتنزل معناها الزيارة هذه تكون فجئية معناها، وتجي تكون مبرمجة لأسباب أمنية، كل خطر على الحدود الجزائرية التونسية الجزائرية غار الدماء. نفس الرسائل ونفس معناها الرمزيه معناها. هو شنو رئيس الجمهوريه يحب يعطي كونه معناها معناها هياكل الدوله، مؤسسات الدوله تعمل، فهمتني؟ في طريقها تعمل معناها. تو اليوم معناها مساله هامه وهامه جدا معناها. المفروض هو سيد رئيس الجمهوريه تو بالنسبه للراي العام معناها، المفروض يقول لك رئيس الجمهوريه يبدا يتابع معناها بالدقيقه والدقيقه في عمليه انتصاب المجلس والانتخاب وحتى لاخر لحظه، لا سيما وكون الاشغال كلها قاعده يتم بثها معناها في على القناه الوطنيه الاولى. لكن رئيس الجمهوريه عنده مسائل، ايش يقول لك؟ انا هما يخدموا ربي عينهم، وانا كذلك عندي مشاغلي وعندي كذا. هو الشعب ما تعرف ديما هو معناها، يا اما يهبط يعمل امبان دوفول في الاسواق ولا في بلاصه، يا اما يمشي يزور يعني معناها مكان معين، مشي المنطقه هذه لابد ثم نوعا ما من الحديث وصلتوا عليها ولا بعض التقارير الامنيه، فما نقص ربما في حاجه وكل شيء. حب معناها بالتوازي مع تركيز المجلس معناها الافتتاحي يمشي يعمل لهم زياره، وربما مش ياخذ اجراءات معناها بالمناسبه. واضح. شكرا ليك سي فتحي زقيره. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم غيكاب ميدي حتى الماضي ساعه ونص.